تعال لحظة، لو سألتني إيش أكثر شيء ممكن يساعدك تنجح أو تربح كتاجر أو رجل أعمال، راح أجاوبك بكلمة واحدة فقط. طيب لو سألتني إيش أكثر شيء ممكن يخسر رجل أعمال أو يفشل أي تجارة، للأسف راح أجاوبك بنفس الكلمة، كلمة واحدة فقط. لغز صح؟ لا، ما هو لغز والله. ثم والله، خلال أكثر من 10 سنوات في التجارة وعالم الأعمال، كانت هذه الكلمة سبب رئيسي في ربحي ونجاحي في كثير من المشاريع والأعمال، وأيضا هي كانت سبب رئيسي في الخسارة أو الفشل. كيف كذا؟ ما تركب، ما أنت مصدق؟ هي خلاص، إذا ما أنت مصدق أغلق الفيديو. لسه موجود؟ طيب بقول لك، الكلمة ببساطة هي الشراكة، الشريك. تبغى تنجح وتربح وتضاعف أموالك وثروتك، شوف لك شريك، كل مشروك مبروك. طيب تبغى تفشل وتخسر ويروح راس مالك وتدخل بمشاكل وتطلع في الأخير مديون، برضو شوف لك شريك. طيب وش الفرق بينهم؟ وش الفرق بين الشريك اللي ينجحك ويربحك وبين اللي يخسرك ويفشلك؟ الفرق شعرة، لكنها شعرة من ذهب. تعرفت مرة على رجل أعمال بغرض التعاون التجاري وتبادل الفرص الاستثمارية، طرحت عليه أشكال متنوعة من عقود التعاون، أصر إصرار عجيب على الدخول كشريك معي في شركتي، وفي ذلك الوقت لم أستطع تحديد السبب الحقيقي لرغبته في الدخول معي كشريك، وكل ما سألته تعلل بأن المشروك مبروك، والله بيبارك في الشراكة. يقول لي أنت الآن وحدك، إذا أدخلتني شريك بنصير اثنين، الله بيكون معنا، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهم الآخر، هل ترفض أن يكون الله معك؟ آيات وأحاديث وقصص في فضل الشراكة. بالفعل أنا استشعرت هذا المعنى، اقتنعت بمظهره وتدينه. نعم، وهذا هو الخطأ الأول، وكما يقول ابن عمر رضي الله عنه: من خدعنا بالله انخدعنا له. ليس كل من أظهر التدين وتشدق بأمانته وسماحته وطيب نفسه وخوفه من الله هو كذلك، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. المهم كانت شراكة واضحة المعالم، وتم الاتفاق على جميع نقاط الشراكة شفهيا، لكنها لم تكن مكتوبة في عقد موثق. نعم، وهذا هو الخطأ الثاني. مهما وصلتم كشركاء إلى أعلى مراتب الثقة، يجب أن يتم توثيق العقود، فهذا منهج رباني، فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. المهم كنت أنا اللي أقوم على رأس العمل والمجهود وأبذل الوقت والعلاقات في سبيل إنجاح الشركة وبلا مقابل، وعند الحاجة لأي مصاريف أو سيولة أقوم بالمبادرة والتسديد أول بأول، ليس لقلة سيولة عند شريكي، بل هكذا تفضلا مني. نعم، وهذا هو الخطأ الثالث. ليست كل النفوس تستوعب مكارم الأخلاق وتحفظ الود، للأسف، بل كل فضل وزيادة تقدمها تعده تلك النفوس غباء وجهلا وضعفا. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. كانت رؤيتي وخطتي لقيادة الشركة تتطلب معاصرة ومواكبة للسوق واستثمار عالي المخاطرة مع آليات جديدة للتسويق والاعتماد على التكنولوجيا، وفي المقابل تدخلات شريكي المعتمد على تجربته التقليدية وقصصه البطولية تقتل أي فرصة لنمو العمل ونجاحه. نعم، وهذا هو الخطأ الرابع. قبل دخولك في أي شراكة، يجب أن تفهم كيف يفكر شريكك، ما هي أعماله السابقة، كيف يتخذ قراراته، هل تتوافق خبرته وطبيعته مع رؤيتك وطبيعة العمل؟ وبالرغم من كل هذه التحديات والخلافات، بالفعل بارك الله لنا بالعمل وحققت الشركة نجاحات واحدة وراء الثانية، لين اكتشفت صدفة أن أحد عملاء الشركة، بل ومن معارفي وعلاقاتي الشخصية، قام شريكي بإبرام صفقة معه، وفي صلب عملنا بربح يقدر بمئات الآلاف. حاول يخفي الموضوع وبعدين أنكره وبعدين جحده، فلم يحفظ الحق ولا العهد ولا الدين. نعم، وهذا هو الخطأ الخامس، الخيانة. وبالفعل أكملنا الحديث القدسي الذي بدأنا به الشراكة. يقول الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. تركت لخيانته فتات دنياه، وفضلت أن أؤجل هذا الحساب ليوم الحساب. تركت كل شيء خلفي وخرجت، وأخرجت من هذه الشراكة الفاشلة والمنتهية بالخيانة. وأنا أقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأقسم بالله ويشهد من يعرفني أن الله عوضني أضعافا مضاعفة. بعد 3 أشهر فقط تضاعف حجم الشركة، وتضاعف رأس المال، وزاد عدد الموظفين والإدارات، وزادت الأرباح. وأعظم تعويض رأيته في حياتي، تعوضت بشريك مخلص وناجح، صادق وأمين. امتدت شراكته معي من سنة لسنوات، ومن مشروع لمشاريع، ومن شركة لشركات. شفت كيف؟ الفشل والخسارة في البداية سببها شريك، والربح والنجاح بالنهاية سببها أيضا شريك،
بعد توفيق الله ولطفه. لذلك تألمت وتعلمت من أخطائي. فاللي لم يتألم لن يتعلم، واللي لم يخسر لن يربح، واللي لم يفشل لن ينجح، واللي لم يقدم لن يتقدم. وبعد خسائر بمئات الآلاف وأرباح بالملايين من تجاربي مع عشرات الشراكات، كونت خلطة خاصة فيني من 8 قواعد، وهي خلاصة الخلاصة بموضوع الشراكة واختيار الشريك. لكن إذا طفشت عادي، أغلق الفيديو الآن، ما حد جابرك، لأن هالقواعد تحتاج لتركيز. أغلقت؟ لسه موجود؟ وش تنتظر؟ تنتظر 8 قواعد؟ طيب ملزم، بقول لك إياها. الثقة، يجب أن تكون هناك ثقة تامة وكاملة بين الشركاء، مع إيمان تام بأن الشريك سيسعى لتحقيق الفائدة مثل ما يسعى لتحقيقها لنفسه. تجنب الدخول بالشراكة مع صديق أو قريب إلا إذا، ركز، إلا إذا تم التأكد من أن الأهداف والقيم والمسؤوليات بين الطرفين متوافقة، مع فصل كامل بين العلاقة العملية والشخصية. إذا ما اشتغلت قبل مع الشريك المحتمل، سوي محاولة تجريبية لفترة محددة قبل إتمام الشراكة، وركز على ردود فعله في المواقف الصعبة. في شراكات تقوم على أنه ما أستطيع تحمل راتبه فأدخل شريك معي. لا، هذا خطأ. ممكن توظيفه كمستشار لفترة حتى تتأكد من إنجازه ونجاحه. تنوع مواطن القوة والضعف بين الشركاء، لأن لازم يكملون بعض. تحديد المسؤوليات والاتفاق المسبق، أي شريك يبدأ يحاول فرض السيطرة بلا اتفاق مسبق تبدأ الشراكة في الانهيار. المال أهم شيء يتفق عليه بعناية. كيف سنمول المشروع ورأس المال، وآلية توزيع الأرباح، وقت الخسارة كيف، كيف سنتحمل الخسارة. التعاقد، يجب أن يكون العقد مكتوب وموثق. الناس تنسى أو تتناسى، ويكون من ضمن الأمور بالعقد آلية تقييم الشراكة. وبس، وسلامتك. أشكرك على بقائك معي كل هذا الوقت. أسأل الله لك تجارة رابحة وشراكة ناجحة. لايك واشترك وشارك هذا الفيديو مع من تحب له الخير. ألقاكم على خير.